إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلك قولكم بأفواههم والله يقول الحق وهو يهدي سبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين
أزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضكم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد